هذا العمل ذا بيمناي. ألف مبروك. 250 ريال لي ولزميلي. 250 ريال حقت الجمهور. أوه جمهور مضيع أنت. لسلطان الصباح. أيوه. هناك يا مال الشحن. الفائز معنا اليوم والحاصل على 500 ريال هو وصاحبه في المطبخ اللي كان غايب اليوم معنا متعب لظروف صحية. لظروف صحية. وحاتم تعبان ورقبته تعبانة. نعم. لكن عايض وسلطان في هذه الظروف في عز الظروف هذه اللي مرة يعني فازوا فيها. يعني إذا ما لقيت غير الظروف هذه تفوز فيها متى تبغى تفوز يا عايض؟ بكرة. ألف مبروك. ألف مبروك للي فاز معنا اليوم حبيبنا حاتم ومتعب. مبروك يا فايز. مبروك يا فايز. مبروك مبروك. مبروك يا فايز. مساعد 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 اللي بيقوم اسمه ما أدري أنت. تستاهل بالفوز. أعزائي المشاهدين خلف الشاشات الله يسعدكم إن شاء الله لكم استمتعتوا اليوم معنا في فقرتنا والله يجعلكم إن شاء الله في خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نشوفكم بإذن الله تعالى غدا مثل هذا الوقت الساعة 1 انتظرونا خليكم قريب.